زاولني معاك ليه؟ 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 كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، انا كل ما ادوس برجلي تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي، تطلع جوه ايدي. برفان فيجو غندي العيال دي عملت ريحه. مساء الخير. يوم لما ترجع سنور ينيمك. رافيني سجارة. ايه؟ شكله مش من هنا. لا لا مش من هنا. امال من ايه؟ ها؟ من ايه؟ من جوه. ينيلك. شكلك كده عايزه نتعرف قبل. ماشي. حتى في ناس بتتاخد كده هو من اللي ما تعرفهمش. انا بتاخد. بتتاخد؟ خديني. تعال. اعرفك بنفسي. فريزة فكة. فين دي؟ ايه؟ بتدور على ايه؟ مش لاقي انا بريزة فكة. شوف يمكن جوه. يا واد انا بريزة فكة، ده اسمي. فكة. اما العنوان بقى. تانك المركزي. لا. في اي حتة مقطوعة ما فيهاش صريخ من يومين. حكيم انا بكره الزحمة وبموت في الرحرحة. بموت في ايه؟ الرحرحة. رحرحة. انا كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. يا ريال انت شكلك مفيم وشدد ستاير. هي الدماغ ايه بالظبط؟ شكلها كده كيميا. ما هو ما ينيلش البني ادم كده الا بكيميا. اسرق لخص. قولي فرش ولا غطا؟ فرش ولا غطا؟ صدق اللي قاله والله التوبه في الساونه مكروهه. سمعتش مكروه ولا ايه؟ يا اخويا خلصني. لو فرش هيبقى عندك مكنه وتدارينا من كلاب سكك الشمامه. اما بقى لو غطا هنقضيها في الخانة والغطا هو اللي هيستر. قولي بقى فرش ولا غطا؟ كل ما ادوس برجلي يطلع جوه ايدي. هو ايه ده؟ فرش ولا غطا؟ ايه بقى الاصوات اللي انا سامعها دي؟ سلامة السمع يا اخويا، دي الكلاب. كلاب صح، انا قلت شبه الكلاب برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ مالك يا اخويا بتبحلق فيا كده ليه؟ سلامه الشوف. العربيه قلبت بالنفر ولا ايه؟ كان في عمله قاعده جنبي هنا اسمها بريزة فكة. وانا اقتحت توأم ريال. وانا وقعت بصرافه ولا ايه؟ ينيلك ينيلك. اموت في البلدي قلب البلد. السلام عليكم. بقول لك يا فت، احنا هنعمل ايه هنا؟ هنسيب العربيه دي هنا لو لازمك، انما لو خشيت بيها جوه ما انتش خارج لا انت ولا العربيه. امسك. امسك ايه؟ امسك الجزمه ورايا. تعالى ورايا. ده البحر. يخرب بيتك وطي صوتك. ده البحر. دماغ ايه اللي انت عاملها دي بس؟ ساكنه هنا. انا حاسس اني سمكه. شايف سمك. الله ميه. السمك.
يا بنت ساكنه في السلم وتعبانه. يا اخويا بعد حضرتك ما تخلص. يخرب بيتك يخرب بيتك بالراحه. ربنا يقويك يا بريزه ويطفيك شر العين يا حبيبتي. كله على الله يا اختي، ويا ريت بلاش تسيح. ها خدي بالك من الجزمه. تسيح ده ايه؟ ربنا يا اختي ما يجعلنا من قطاعين الارزاق. تعال يا بنت طلعنا وبعدين نزلنا. ايه ده بقى نازله بالراحه. نهار اسود على البيت اللي هيقع. خش برجلك اليمين. بريزه. ها بريزه. ها واحنا نزلنا نزول ولا طلعنا طلوع؟ وانت يا اخويا يهمك ايه وانت متنيل قوي كده؟ خطي يا اخويا خطي. يخرب بيتك جيبك مليان. ايه القرف ده؟ وانا فين؟ انت في الفيلا الخصوصي بتاعت باريزا، بدرون المزاج والفرفاشه، هم اربع حيطان مشققين بصحيح، انما كل شق منهم سرق من الدنيا كام حته دلع على كام ضحكه، وكله باسمي باريزه اللي معاها هتفك كربك وتحل عقدك. بس انت يا اخويا فك كيس كده واديني اماره. انت يا بنت كنت ضفادع بشريه بر بهي. انت معايا هتشوف اللي عمرك ما شفته. هشوف قوي هشوف كده شوف خوف. برد. مش بالطريقه دي. المكان لم ما عادش حمام على جزمتي كلهم عيال. طب قومي روح. مش عايزه اروح يا يارا، عايزه ارقص يا يارا. انت جرالك ايه وليه كل ده؟ اكيد مش عشان الدكتور اللي اتجوز، وما تحاوليش تقنعيني بكده. انت من اسبوع واحد كانت حالتك غير كده، فجاه اتشقلب حالك. اعتبريني يا ستي مجنونه. انا مجنونه؟ عندي شقه ساعه تروح وساعه تيجي، ساعه تروح وساعه تيجي. بص يا رب النبي ما تتكلميش معايا في اي حاجه ولا تساليني على اي حاجه. انا كده ماشي كفايه شرب بس بقى. عارف ده الدكتور يا مغاوري؟ لا يا ست هاني مش هو. عم حافظ. ايوه حافظ. افتح له بسرعه افتح له بسرعه. في اللوكاندا يا ست هاني قالوا لي وصله على هنا واديني واديني جبته. أيوة. والاجره كمان مدفوعه يا ست هاني. الاجره كمان مدفوعه؟ طب مين اللي دفعها لك؟ يا عمي ده شكله تينا خالص. اسند معانا يا بلدينا. اهو معاك اهو. ولا قوه الا بالله، احنا ناقصين يا ربي. يا عمي عمي عمر فين؟ فوق لي فوق لي يا عمي عمر فين؟ اصل الهويس كان مقفول. انا قلت لها بقى افؤاد افؤاد خلي عتريسه تفتح الهويس. ايه ده هو في ايه؟ ليه بقى؟ جواز فؤاد من عتريسه باطل. قول ورايا. جواز فؤاد من عتريسة باطل. عمي يا عمي يا ست هاني ما تتعبيش نفسك، دي شكله كده داخل على شيء بالخوف. عمي عمر فين؟ عمر فين؟ عتريسة عتريسة دخل جوه جوه على طول بسرعة. انا فؤادة انا فؤاد انا جامد قوي. خش يا عمي يا مرتضى. يا عمر ست ربنا يخليك. اتفضل. السلام عليكم. استراحة وبركاته. ما احبك. ناقصين يا رب ناقصين. اصبع معانا يا كريم. سمكة في البحر سمكة سمكة بتزقي
سمكة سمكة واو بليا وايه صياد بالشبكة يا لهوي شي 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 في شارع بالحارة وقفت على باب خمارة من فضلك الدكتور عمر النووي موجود؟ لا يا فندم هو في اجازه. ما انا عارفه ان هو في اجازه بس يعني ما قطعش الاجازه ورجع تاني وكده. لا للاسف هو لسه في اجازه يا فندم. ترى انت فين يا عمر؟ مدام تينا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. خير في حاجه؟ ما اظنش يا دكتور غازي ان في خير خالص. ليه بس كده؟ طب قولي لي في ايه واحنا نتصرف. من ساعه اللي حصل مع عمر في الفرح وعمر مش لاقيين ومحدش فينا عارف عنه حاجه خالص. ما يمكن سافر يغير مود بعد اللي حصل في الفرح، اكيد نفسيته مش مظبوطه. لا 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 يا دكتور، كان كلمني عشان اطمن عليه. هو اكيد عارف ان انا دلوقتي هموت عليه. انا حاسه ان قلبي مش مطمن، حاسه ان ممكن يكون جرى له حاجه. ايه ده؟ في ايه؟ بدتي مالك؟ في ايه يا مدام تينا؟ مالك في ايه؟ انت بتقول ايه؟ متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا دكتور انا لسه شايف اخته بعينيا وسامحها بوداني وهي بتقول انه مختفي. دي كمان كانت بتفكر انها تبلغ البوليس. بوليس؟ هي وصلت للدرجه دي؟ فجاه وقعت من طولها ونقلوها للطوارئ. تقريبا كده يا دكتور، يا ضغط يا سكر. ضغط وسكر ونقلوها للطوارئ. طب هي كانت لوحدها؟ يا دكتور عوني مش ده موضوعنا. احنا في الفرصة اللي جات لنا من السماء، صاحبنا مختفي والكل ملهي والجو خالي. نعدي فواتير المعدات بتاعتنا ولا بنشاف ولا بندري. انت هتفضل طول عمرك غبي. ولا انا ليه دايما اقول لك قلبي مش مطوعني اني اقول لك يا دكتور؟ وبعدين انت ناسي غازي. غازي ده نسخة من صاحبك وهو عينه اللي بيشوف بيها في غيابه. يا دكتور عوني غازي ده لحم طري، يعني سهل قوي يتحط في حبنا، وحكايته مع الدكتورة صفوة ممكن قوي نلعب بيها. ده غير انه ملهي بتهد صاحبه، يعني الموضوع ده ممكن ياخد له يومين او ثلاثة ويمكن الغيبة تطول. بلاش تيجي ورايا يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما تجيش ورايا. خلاص بلاش بلاش. قولون عندك بايظ. ما ينفعش انت بتعمليه في نفسك ده. لا في نظام في اكل ولا ضغط مظبوط. كده خطر عليكي.
عندك حق يا دكتور، بس الحمد لله الحقنة ريحت. دي مجرد مسكن واكيد مش هتعيش على المسكنات. انا هقولك على اسم متخصص تبشري معاه، ويا ريت ما تكسليش. حاضر، بس اطمن على عمر الاول وبعدين يبقى لها الف حلال. خير خير؟ ده انا ما صدقتش والله لما سمعت. ايه ماله جنبك؟ ايه خير يا دكتور مالها؟ مفيش، قولون عصبي وضغط دم مرتفع. ايه ده انت لسه صغننة على الحاجات دي؟ اطمن يا دكتور اطمن. وايه حكايه اختفاء الدكتور عمر دي؟ طمنت عليها؟ تمام، شويه وهتبقى كويسه. كويس. مالك؟ مال يعني؟ عادي. على فكره دي اخت عمر وواجب ان نهتم بيها. وانت بتقولي الكلام ده انا ليه؟ عشان مخك ما يروحش لبعيد. الظاهر ان انت اللي بتعيش نفسك في اوهام. طب وماله؟ اللي النهارده اوهام بكره يبقى حقيقه. شكلي اتخميت فيك وهتطلع مغرور. شكلنا احنا اللي مش هنطول وهنقرب لبعض بسرعه. ده الهبل ده ولا ايه؟ سيبك منه، المهم احنا كنا بنقول ايه؟ دماغي هتتفرتك. طب وانا مالي؟ يابا عمو ما بحبش حد يشرب مطرحي. بس انا بحب عادي. بقولك ايه، هو عمر لسه ما ظهرش؟ لسه. واختك لسه بتدور عليه؟ لسه. وهي تعبة روحها ليه؟ هي دي اول مره يعملها. قلت لها الكلام ده، قالت لي اول مره يعملها من اول ما انصلح حاله. اكن حاله ده زرار يدوس عليه ينصلح على طول. تخلف. ايه هو؟ انا لو قلت لك على سر هتقولي؟ طبعا، الا لو فتحت مخك معايا. بس انا حاسس بوجه الذنب وضميري بيوجعني. ضيعت فلوس مين تاني؟ فلوس قلم وفلوس. انا كدبت على اختك وقلت لها ان انا ما شفتش عمر. وانت شفته؟ امبارح في البار بتاع الاوتيل. يا نهار اسود، يبقى كده بنتش يا معلم. القاموش شرب لحد ما اتدرمغ وشقط زغلول وطار معاه على العش. والله جايز وجايز مش جايز. يعني ايه؟ اصل انا شدينا بتاع زي القرنفل كده، اول ما شديناها الدنيا ظلمت والهويس اتفتح ولقيت يحيى شاهين عمال يقول جواز عتريس من فؤاد باطل باطل. يا نهار اسود، وهو شد معاك؟ يا نهار اسود، كده ضاع يا برنس. مش بقول لك ضميري بيوجعني. برود ايه وبتاع ايه؟ الميعاد لسه عليه 3 ساعات. انا شفت البرنامج ده امبارح. على فكره بقى، ابو سويلم ده دافع لهم ودافع لهم كويس قوي، وانا قلت لك بس انت ما بتسمعش الكلام. بقول لك ايه يا ربيع، انا لازم اشوف حد من بتوع الاعلام يبقى في ظهرك ويظبطك. يوه، احنا هنعيده تاني. انا قايم البس اهو. وعملت طيب، بس يلا عشان ما اتاخرش بقى. هي عارفه فين؟ اوه، هو ده وقت عفه دلوقتي؟ ما يلا يا ربيع هنتاخر على الميعاد. انا بقى لي اسبوع ما شفتهاش. هتكون فين يعني؟ في اوضتها، هي بتصحى دلوقتي. يلا هنتاخر يا ربيع. يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه خالص. انا اخر حاجه فاكرها عمي حافظ والبار. هدي البنطلون. جيب البنطلون. انا ما اعرفش يا حبيبي غير اني لقيت واحده بتكلمني وبتقولي ان انت مرمي في الشارع، وانا عشان بحبك وبموت فيك وقلبي ابيض مش زيك جريت على ملا وشي لقيتك مرمي في الطرق، شلتك وجبتك هنا. ومين الواحده دي؟ ما اعرفش، بس اكيد واحده عندها ذوق قلبها بيحس.
اختارت اكتر واحده بتحبك ومش هتسيبك ولا تبيعك حتى لو في اخر الدنيا. هو ده اللي مجنني، اشمعنى كلمتك انت بالذات؟ مش يمكن عشان اخر نمره على موبايلك؟ ولا انت مش واخد بالك اني كلمتك مليون مره وانت ما ردتش عليا؟ طب فين موبايلي؟ موبايلك اكيد اتسرق زي ما اتسرق منك حاجات تانية. هما سرقوا ايه تاني؟ تعالى 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 بس ادعيني 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 يا محمد تعالى من ورايا فاكرها هتخين عليا وشرف اهلي يا كل جزتك تشت الدم في كل حته. زي ما دخلتيني من هنا تخرجيني من هنا انا مش ناقص مشاكل. طب هو بذمتك انا ينفع اسيبك بعد ما ظروف جامعتنا تاني؟ كنت عايز تتجوز وتسيبني يا سي عمر. ايه بنت السقعيه دي؟ ايه بنت السقعيه اللي انت فيها دي؟ واديني يا ست الجوازه اتنيلت باظت، ممكن بقى تتنيلي تخليني اخرج من هنا عشان ما يتنيلش حد يشوفنا. ايه يا عمر في ايه مالك؟ انت ما كنتش كده وبقيت كده، ربنا عايزني كده. اكفاري واعترضي بقى يا عفا. يا نهار اسود بابي رئيس. لسه يا اخي ما بقاش رئيس. بس محتمل يا اختي، محتمل. صح يا بيبي. لحظه يا بابي جاي. رايح فين يا ابني انت؟ فوفا بص تاني. حاضر يا بابي. يا عمر انت رايح فين؟ هات امك. يا بابي حاضر. صح يا بيبي. حاضر يا بابي. ايه يا بابي ازيك؟ ايه يا حبيبتي ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ ما بعملش بس انا كنت داخله اخد شاور بس. طيب طمنيني عليك عامله ايه؟ انا كويسه انا كويسه الحمد لله كله تمام كله تمام يا بابي. انت اخبارك ايه؟ هو الشغل ايه؟ مال وشك اتغير كده؟ لا بس يمكن عشان لسه صاحيه يعني. مش حاجه ربيع؟ ربيع؟ انا مش عارف احنا عندنا ميعاد متاخرين. يلا يلا بقى. يلا انت يا ابني انت سيب هذا طبعي. عمر خد بالك هتقع. بتقولي ايه؟ شربوا كاس؟ ايوان والكاس جر كاس لحد ما بقت ازايز والطوبه بتاعت اخوكي بقت في شنج وراحت مع اللي راحوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمي. انا كان مخي فين لما وافقت ان هو يقعد معانا؟ انا طول عمري عارفه انه قص فساد وعارفه ان هو اللي هيبوظ عمر. اه يا معدتي. بالراحه يا بيبي على نفسك شويه، مش كل حاجه تاخديها على اعصابك كده. ورقي كده حبتين. اورق اورق؟ هو انا القانون جالي من شويه الورق يا قالي. بص احنا نطمن على عمر الاول بعد كده حلها الف حلال. تاكل ايس كريم؟ ايس كريم يا برده؟ ايس كريم ايه يا برده؟ وبعدين فعلا في موضوع اخوكي ده، ده لحد دلوقتي ما جاش. اسمعي انا هبلغ عنه البوليس، غيابه ده مش طبيعي. بوليس ايه؟ بقولك شربوا مع بعض ازايز، ده غير الضرب اللي ضربوها مع بعض. يعني اخوك دلوقتي خلاص زمنه بقى مدمن. عايزه تسلميه؟ تقولي على اخوكي مدمن؟ تقولي على الدكتور عمر مدمن؟
والله اللي انا موريك يا عم. لا ايه ده عم حافظ؟ يا نهار اسود يا عم حافظ. ايه ده بقى يا عم حافظ؟ يا عم حافظ يا عم حافظ، بدل ما تقف جنب ابن اخوك وتساعده على التوبه، بدل ما تديله كاس وتعمل فيها ابليس وتخلي الواد يجيب البلاوي السودا دي كلها وراه واحنا مش عارفين اخرتها ايه. البت الزبه دي فتانه كدابه، انا ما قلتلهاش حاجه، انت عايزه تخرب البيت. انا بريء. بريء؟ افتح. بقولك افتح الباب يا عمي، افتح. مش فاتح. مش فاتح؟ يا نهار اسود. انا هنا. انت هنا؟ عمي افتح الباب، ولا الف باب هيحجزني بيني وبينك لحد ما اعرف عملت ايه في الوقت. واللي مالي هو اخوك صغير نخه، ده دكتور قد الدنيا، ولو ما كانش له مزاج يشرب ما كانش شرب، انا ما ضربتوش على ايده. وبعدين يعني هو انا كنت فايقله؟ طب افتح الباب يا عمي، افتح الباب. مش فاتح. ايوه مش فاتح. انا عارف لو الباب اتفتح هيحصل ايه، عشان كده